عزيزاتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ضمن باب حديث صورة من ألبوم فريد الأطرش، حيث أقدم أحاديث حول بعض الصور من ألبوم الموسيقار الكبير قصد توثيقها بشكل دقيق، أعود إليكم بهذه الصورة الجميلة المعروفة والمتداولة. وقد التقطت بمدرسة الفيرير الفرنسية بالخرنفش خلال الموسم الدراسي 1925-1926 على الأرجح، وهي المدرسة التي سجل فيها فريد وشقيقه فؤاد وأسمهان باسم مستعار هو كوسا للتمويه عن اسمهم الحقيقي الأطراش، والذي بسببه سيفصلون من المدرسة بعد اكتشاف هويتهم الحقيقية. ويبدو فريد في الصورة في حوالي 10 من عمري وهو يجلس في الصف الثاني، وقد أحطته بإطار لإبرازه. ومعه في الصورة 4 تلاميذ اشتغلوا قيد حياتهم في ميدان السينما ولهم علاقة بصناعتها إنتاجا وتوزيعا، وهم بالتتالي: التلميذ الخامس في الصف الثالث على يمينكم يسار الشاشة ويحمل رقم 2 هو بول موراديان الذي صار صاحب شركة أفلام نهضة الشرق، وبجانبه التلميذ هاي كيفوركيان ويحمل رقم 3 وصار مدير إنتاج شركة أفلام جبرائيل تلحامي التي أنتجت فيلم انتصار الشباب أول أفلام فريد الأطرش وشقيقته أسمهان. والتلميذ الثالث في الصف الرابع على يمينكم دائما ويحمل رقم 4 هو صلاح عبد الرحمن، وقد صار أحد صاحبي شركة أفلام مصر الجديدة. وأخيرا التلميذ الثالث في الصف الخامس على يساركم يمين الشاشة ويحمل رقم 5 هو السيد أمبرتو مدير توزيع شركة إيزيس فيلم لأم السينما المصرية الراحلة عزيز أمير. رحم الله حبيب العمر الموسيقى فريد الأطرش وكافة فنانات وفناني الزمن الجميل، كما أسعدنا بفنهم الراقي وغفر لنا ولهم، وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. أرجو أن تدعموا القناة باشتراككم فيها وأن لا تبخلوا عليها بالضغط على زر الإعجاب وبتعليقاتكم الإيجابية المحفزة على مزيد البذل والعطاء. وتقبلوا تحياتي أخيكم نعيم المامون.